لابد أن تقرأ تقرأ الأرقام بشكل مختلف، كما قال الرئيس بورقيبة في وقت من الأوقات، قال سأقرأها بشكل مختلف، قرب الورقة وقال سأقرأها بشكل مختلف. أول مرة عشناها من 2011 اللي هي عملية حجب الأعداد ومعطيات نتاع عدد الناخبين اللي تعديوا وقاموا بالانتخاب نتاعهم والتصويت يوم الاقتراع، عمرها ما صارت. منع ملاحظون من الولوج المراكز ومكاتب الاقتراع. رئيس مركز اقتراع يعتدي بالعنف على ملاحظة، هذا شيء ما يشرفش تونس. يتآمرون في الداخل وفي الخارج إخوانة وعملاء، وتعلمون جيدا تحركاتهم واجتماعاتهم وترتيباتهم في تأجيج الأوضاع.